Hello beautiful people, معكم جينا كسبي من بدون فلتر سيزن 3. حلقة اليوم رح تكون على تحدي اللياقة بدبي. كيف ما بتعرفوا هالتشالنج صاير very trendy بدبي، وأنا من الناس اللي خلاص قررت أنه لازم أتمرن لأخلي شوي اللياقة وكمان أحافظ على صحتي، بس حابة أكون glamorous at the same time. فلهيك اليوم قررت أعملكم sweat proof makeup عشان تروحوا بيه للجيم يبين طبيعي و at the same time بدون فلتر. فتابعوا معي كل الخطوات. اول خطوة للميك اب او قبل الميك اب هي العناية بالبشرة. كيف ما بتعرفوا السويت بروف هو ميك اب بيكون شوي ثقيل لانه كل البرودكت بنستعملها لونج لاستينج و واتر بروف. فاول شي رح استعمله هي اللونا 3 من فوريو اللي هي سويدش هاي اند براند متخصصة بالعناية بالبشرة. فرح استعمل اللونا 3. كيف ما بتعرفوا لونا 3 هو the new device تبع for you. اول شي it's 2-in-1 بتنظف بعمق، وفيها كمان رح احكي لكم الشغلات الجديدة بلونا 3. اول شي it's connected to the app، يعني بتحطوها بالابليكيشن تبع for you. بتنظف بعمق لانه صار تطور على السيليكون، يعني more smooth على البشرة، وكمان فور مساج مود اللي بتتحكموا فيه بالابليكيشن. وبفضل الفور مود مساج اللي موجود باللونا 3 الجديد واللي بتحكم فيه بالتليفون، فرح تشوفوا معي كل الخطوات وكيف عن جد بشرتي بتصير مشدودة كل مرة من بعد استعمال اللونا 3. فلأنه أنا مو موجودة بالحمام عشان أفرجيكم الخطوات، بس جبت معي المي لأنه لازم تبللوا اللونا 3 بالماء. فأول شي رح حطها ورح استعمل معاها الكلينزينج فوم من فوريو كمان. فعشان تشوفوا معي طريقة الاستعمال رح ادخل على الابليكيشن فوريو اللي موجودة بالآي او اس والاندرويد، ولما تفتحوا الابليكيشن بتشوفوا اللونا 3. لازم البلوتوث يكون مفتوح by the way. ف I'm gonna press and hold الزر اللي ورا. بعد ما نظفنا البشرة بالمايكروفون كلينزر واللونا 3، هلا رح استعمل السيروم كمان من فوريو مع اللونا 3 عشان اشد البشرة. بعد ما حطيت السيروم على وجهي هلا رح اخذ اللونا 3 ورح اخذ كمان الابليكيشن كيف ما عم تشوفوا معي هون. رح نختار الانتنسيتي ورح اختار كمان الكونتور مساج ونعمل start. بس I'm gonna لأنه في عندكم كمان مود إنه تشوفوا وجهكم at the same time وتعملوا المساج، وفيكم تزيدوا الانتنسيتي if you want. فالابليكيشن بتساعدكم exactly عشان تعملوا المساج بالمناطق اللي تعطيكم. بعد ما خلصنا العناية بالبشرة هلا وقت الخطوات الميك اب. فلكل الميك اب اللي راح نستعمله sweat proof أكيد لازم يكون long lasting وكمان waterproof لو حابين عشان مع العرق ما بينشال. بس احنا ما رح نكتر، يعني اهم شي بدنا نطلع للجيم حلوين وطبيعيين. فاول خطوة رح استعملها هو رح اختار foundation long lasting، ورح استعمل واحد يعني من my favorite foundations، وباخد معه اي كابوكي برش عشان ابرش كل شي. بعد ما حطينا الفاونديشن واهم شيء ادمجوه بطريقه كتير طبيعيه عشان ما يبين كتير على البشره، هلا راح استعمل الكونسيلر. وحتى لو في عندكم حبه كونتراتور فيكم تحطوا الكونسيلر عليها، وراح ندمج كل شيء بالبرش. هلا راح اخذ ستيك كونتور بس راح احط بس شوي عشان ما يبين انه انا عامله كونتور، لأعطي بس لون لبشرتي شوية برونز. فرح نستعمل هالبرش فلايت وندمج شوي على البشرة، وكمان بنفس الستيك رح ادمج شوي فوق عيني. كيف ما بتعرفوا انا من عشاق البلاشر، وللبلاشر رح استعمل كمان التنت اللي هو long lasting. حتى بعد مرات ما بحط ميك اب بحط بس التنت لحاله، رح استعمله على خدودي وكمان على شفايفي عشان يعطيني لون طبيعي.
واللي بيحب الهايلايتر ما رح استعمل باودر هايلايتر بس رح استعمل ليكويد كمان لونج لاستينج، فرح احط شوي على ايدي لانه بدي اتحكم بالكمية، بحط كمان شوي من تحت الحاجب عشان يعطيني جلو. اصلا هالميك اب كله ببين انه وجهكم يعني وبشرتكم بتبين صحية وكمان طبيعي نفس الوقت. بحط كمان على مدمع العين عشان العين تصير مفتوحة اكتر، وعلى الأم وشوي على الشفايف. اخر خطوتين رح نستعملهم هي المسكرة وقلم الحواجب. رح نبلش اول شي بالحواجب، بس رح نعبي شوي الفراغات واعطي more definition. وهيك بنكون خلصنا حلقة اليوم، عملنا sweat proof makeup ورفعت شعري ولبسنا ملابس الرياضة. يلا نتمرن واشوفكم بالحلقة الجاية.